التجربة الأولى في مصر والتجربة الخاصة، احكي لنا الأول عن التجربة، نعرف الناس أنت بتعمل إيه. انا محمد هشام رجب، بكتب حوالي من سنتين بشكل احترافي. قبل كده كانت الكتابات عباره عن وزن وقافيه عاديه، لسه بتتعلم او لسه بتعرف. انا اصلا خريج كليه حاسبات ومعلومات جامعه المنصوره، ده موضوع تاني خالص. مهندس بره الموضوع خالص. بس الفكره انا حسيت ان انا في ده ممكن اقدر اعمل حاجه، ممكن اقدر اتشاف، اقدر اوصل لناس كتير، ان انا اقول فكري او اقول رايي او اللي انا عايز اقوله عن الهندسه شويه. ان انا حسيت ان ده اللي هيوصلني للناس، او ده اللي هبقى موجود بيه في كل مكان. الفكره جت ان انا ابتديت اعمل حاجات على الساوند كلاود، على السوشيال ميديا. ما كنتش متوقع انها تبقى بالصدى ده، او انها تسمع بالشكل ده. كانت مجرد بس من غير موسيقى يعني، بالظبط. كانت لا، كانت بموسيقى، بس بموسيقى جاهزه اصلا موجوده يعني. انت اخدت موسيقى موجوده بالظبط، وعملت زي ده كان قبل الباند كاريوكي بقى. كده. فموسيقى جاهزه، حسيتها انها نفس حاله قصيده مثلا معينه، فخلاص اوريدي بستخدم الموسيقى دي مع الموضوع ده بس، وانزل على الساوند كلاود. مش مستني حاجه، انا مش متوقع انت اصلا بتتكلم حاجه. بالعاميه وعلى ساوند كلاود، فانت عندك بالظبط. الكاتيجوري اكتر كاتيجوري اللي بتحسها بتكون بتتفاعل معاك اكتر، بتسمعك، بتكون سن ايه، طبعا شكل ايه. في البدايه المواضيع اللي كنت بكتب فيها كان الكاتيجوري بتاعت الشباب. بعد كده اكتشفت في الحفلات وفي اللقاءات ان لا، في يعني الشباب لما بتسمع باباهم ومامتهم اللي بيحصل ده، لا بيبقوا معجبين بده، لان المواضيع بقت اجتماعيه يعني. مش مركز قوي على مش مركز على حاجة الرومانس او معينة. لا، انا اي حاجه فيها لها علاقه بالاجتماعيات يعني بس. فلقيت الموضوع انتشر على ساوند كلاود، ولا الناس مستنيه. فانت الموضوع انتشر من الاول، كنت بتختار موسيقى موجودة على بالظبط، كلامك، ايه اللي خلاك بقى تبتدي تدخل في الخطوة اللي هي التجربة اللي احنا تمام. بنتكلم عنها؟ حاليا في ناس كتير بتعمل اللي انا بعمله، او بتعمل شعر يعني، او بتقدم شعر، وفي حفلات. فبالتالي انت علشان تتميز عن اللي موجودين، فبالتالي لازم تعمل حاجه مميزه عنهم. فابتديت ان انا جبت عود، عواد وجيتاريست، ابتدينا ان احنا نقعد مع بعض نعمل بروفات. والله القصيده دي موضوعها كذا، محتاجين نطلع لها مزيكا معينه. بقت المزيكا من نفس روح الكلام، فبقى الموضوع حلو محسوس يعني، وده اهم شيء يعني. ممكن انا اكون مش بكتب كلام عميق قوي، بس الكلام بسيط ومع المزيكا الناس فبيدي بتحس. احساس حلو. بالظبط كده. بس وعملت ألبوم، فإيه اللي خلاك برضو بقى انت يعني خلاص انت اكتشفت ان انت ممكن تعمل مزيكا بطريقة تانية تكون أقرب للناس، فقررت تعمل ألبوم. بالظبط. حاولت تعمله يعني، عملت مثلا قصايد من اللي انت عملتها، ولا قلت تعمل ألبوم في سياق واحد؟ كلمني عن شيزوفرينيا في الأول قبل ما تمام نتكلم عن بورتفوليو. تمام هو شيزوفرينيا ديوان، والالبوم غير الديوان، بس هو بيحمل نفس الاسم يعني. فكره الالبوم هي فكره التميز برضه، انت عايز تعملي حاجه ما حدش عملها قبل كده، فتتشافي اكتر. وخصوصا ان انت عندك اصلا في قاعده موجوده انت محتاج ان انت تكبرها كل فتره يعني، او كل مدى بس. فعملت الـ عملت الـ عملت الالبوم. الالبوم عباره عن مواضيع، منها اجتماعيه ومنها رومانس، ومع مختلف. المزيكا. نزلت على السوشيال ميديا، ما نزلتش على في سي دي اماكن او او في بوك ستورز يعني. بس بس السوشيال ميديا بقت قوة دلوقتي مؤثرة طبعا جدا يعني، احنا طبعا. بنشوف النهاردة اللي بيحصل بقاله يعني يومين وسنين، بالظبط السوشيال ميديا بتعمل مواضيع مهمة. بالظبط. احنا بما ان احنا اتكلمنا، هنشوف دلوقتي فيديو عشان نعرف الناس الحالة، بدل ما قاعدين بنتكلم عليها نعرف الناس الحالة الفنية اللي بياخدنا فيها في شيزوفرينيا وفي القصايد بتاعته، ونرجع تاني. علشان بعيد عنك يا رب بقيت وحيد والقلب باش، وبقيت بدمع كل ليل على شيء مجاش، على عمر ضاع مني ببلاش، وبقيت غبي وبقيت عنيد. فسألت ليه رد الأذان علشان بعيد، معقول نسيت خيرك كده؟ قلبي اللي كان ضد الذنوب جاحد ومل من السواد، لا عرفت مين المستفيد ولا حتى ايه المستفاد. عيني نسيت شكل الجوامع واسمع أذانك اطنشه،
واغفل بحجة لسه بدري، حتى السجود مش بوحشه. يوم بعد يوم سنك يزيد، تخسر في ناس ايه الجديد؟ ونجيت سألت عن السبب، رد الأذان علشان بعيد.